نعرف ماذا حدث في البنك الأهلي. هل معانا أستاذ حازم حجازي؟ طيب حتى يكون معنا السيد حازم حجازي مرة أخرى. كل الإشاعات بقى اللي صادقة اللي كانت الصبح إنه الحقوا في عايزين تبرع بالدم، وإنه في عمليات أخرى على كنيسة أو في عمليات في كل مكان، ده كان غير حقيقي خالص ولا أساس له من الصحة. العمليات الوحيدة اللي كانت موجودة هي عملية كرم القواديس بالأمس، وهذه الصور اللي يعني وضعها أو يعني أصدرها المتحدث العسكري، والنهاردة العملية ضد البنك الأهلي. ومعايا على الهاتف السيد حازم حجازي، رئيس تنفيذي للفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي. سيد حازم مساء الخير، يعني أهلا، مساء الخير. قول لنا ماذا حدث في البنك الأهلي فرع العريش، قد ايه اتسرق، قولنا ماذا حدث بالظبط. لا، هو زي ما كتب في الأخبار النهارده إنه في حالة يعني هجوم مسلح على البنك حصلت في الساعات الأولى من الصباح، يعني في الفرع هناك، ودخلوا مجموعة طبعا ملثمين ومعاهم الأسلحة، ودخلوا في طبعا ناس اتقتلت وناس دخلوا على الخزنة وأخذوا الفلوس اللي كانت موجودة. حجم الأموال اللي سرقت قد إيه؟ والله الحجم هو لسه دلوقتي طبعا احنا قاعدين بنجرد الخزنة من ساعتها، لأنه حصل إنه في تحقيقات وفي رفع البصمات والكاميرات اللي جوه الفرع، ففي حالة كبيرة طبعا من التحقيقات ومراجعة الكاميرات، فلسه المبالغ بالظبط يعني بس ما تقريبا يعني أكيد عندكم راوند فيجر. يعني طبعا هي عموما اي فرع بيبقى له سقف المبالغ الفلوس، فهو اعتقد ان هو طبعا يعني مبلغ هيزيد عن 5 مليون او 10 مليون. أنا سمعت 30 مليون، هل هذا الرقم دقيق؟ لا لا، ده رقم كبير قوي فإحنا بنتكلم في من 5 ل 10 مليون. تقريبا. الفكرة إن هم يعني خلوا اللي معاه الخزنة، مفتاح الخزنة، يفتح الخزنة وخدوا الفلوس. طبعا، لان هم دخلوا بالاسلحه وهددوهم انه شاف طبعا ناس ماتت، العساكر بتاعت الشرطه اللي ماتت على باب الفرع، وبالتالي فاخدوا المفتاح، وكان في نسختين للمفتاح، فهم اخدوا المفتاح من غرفه المدير وجابوا الشخص التاني اللي معاه المفتاح واجبروه على انه يفتح الخزنه. ده بس ده معناه ان العملية دي خدت بعض الوقت، انها ينقلوا الفلوس ويخشوا ويقتلوا الناس، يعني هل عندكم تقييم تقريبا خدت وقت قد ايه؟ لا، خدت وقت لان هو ما كانتش سريعه زي ما بنشوف في الافلام، يعني خدت وقت لان المبالغ دي عقبال ما يعني كمان حطوها في اكياس او في شنط ونقلوها للعربيه، يعني خدت وقت كويس. يعني هل في معلومات عدد القوى المسلحة اللي هجمت على البنك كانت قد ايه تقريبا؟ هو في مجموعة، أصلا هي دي كانت عربية نص نقل فيها ناس، ودخلت فجأة في ناس فضلت على باب البنك من بره، أعداد يعني، واتنين هم اللي دخلوا الفرع من جوه. إذن وطبعا احنا يعني عندنا 3 شهداء من قوات الأمن اللي أمام البنك، وعندنا 3 مواطنين أيضا من اللي كانوا داخل البنك. هل في وفي كمان إصابات في موظف في اتفضل موظف الموظف الأمن موظف الأمن بتاع البنك نفسه برضه توفى، هل في اللي دخل إصابات بقى حضرتك في وسط ذكرتيهم دول. الموظفين نفسهم؟ كان في موظفين اتنين يعني جالهم اصابات، كان في حوالي اكتر من 4 دخلوا المستشفى يعني، وبس طلعوا النهارده، وفي 2 اصاباتهم لحد ما يعني مش كبيره، لكن اصيبوا طبعا. بشكرك سيد حازم حجازي، رئيس تنفيذي للفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الأهلي.